حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم معنا إلى هذه الساعة الإخبارية المفصلة تأتيكم من العربية. نبدأها بأبرز العناوين. مقتل جندي وإصابة 5 من قوات النظام بغارات إسرائيلية، وتل أبيب تقول إنها ردت على صاروخ أطلق من سوريا. توسع المعارك باتجاه الحزم مركز محافظة الجوف، وهجوم مضاد لقوات شرعية على ميليشية الحوثي. إعادة فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية العراقية اليوم، والصدر يتمسك بحكومة أغلبية وطنية. منظمة الصحة تحذر نصف مليون وفاة حول العالم منذ ظهور أوميكرون، وأعداد الضحايا بازدياد. سنبدأ مشاهدينا هذه الساعة الإخبارية من سوريا، فقد أفاد إعلام النظام السوري بمقتل جندي وإصابة 5 ووقوع خسائر مادية في هجوم إسرائيلي. مراسل العربية ذكر بأن إسرائيل شنت غارات جديدة طالت بطارية دفاع جوي ومواقع رادار جنوبي دمشق، في حين أكد المرصد أن الغارات استهدفت مواقع للنظام والميليشيات الإيرانية وأخرى تابعة لحزب الله. كما أفاد مراسل العربية بانفجار صاروخ اعتراض سوري في سماء منطقة وادي عارة بعد أن اجتاز الحدود. أما الجيش الإسرائيلي فقد أصدر بيانا قال فيه إنه استهدف عدة مواقع سورية ردا على إطلاق صاروخ أرض جو من سوريا. ووفقا لبيان الجيش الإسرائيلي فإن الأهداف السورية شملت رادار وبطاريات مضادة للطائرات. معنا الآن مشاهدينا من مدينة كوفنتري البريطانية رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. أهلا بك رامي معنا. رامي، هل لك أن تحدثنا عن تفاصيل هذا الاستهداف الإسرائيلي في سوريا؟ نعم، صباح الخير. أولا، الذي قتل هو ضابط شاب برتبة ملازم أول، وأصيب 5 جنود آخرين بجراح، بعضهم جراحهم خطرة، على الأقل 2 جراحهم خطرة في القصف الإسرائيلي الثاني الذي استهدف الأراضي السورية. أي أن هناك قصف أول كان لمنطقة وادي بردة، منطقة يتواجد فيها ما تعرف بلواء الحرس الجمهوري الجيش الشيباني، وقصف إسرائيلي آخر استهدف أيضا منطقة الدماس التي يوجد فيها مطار شراعي وتوجد فيها مواقع للحزب والإيرانيين. ولكن إسرائيل عندما تقول بأنها استهدفت الأراضي السورية ردا على صاروخ إسرائيلي، القصف الإسرائيلي كان أولا حقيقة الأمر بالطائرات من فوق الأراضي اللبنانية، بعد ذلك القصف الإسرائيلي الثاني كان ردا على وصول احد الصواريخ الدفاع الجوي الى يعني العمق. لذلك اقول بان القصف الثاني هو كان رد، يعني عشان فقط نوضح الصوره للمشاهدين، كان هناك قصفين. نعم، الاول بداته اسرائيل، ومن ثم كان هناك صاروخ من فوق الاراضي اللبنانيه. طيب، يعني اسرائيل ابتدات بالقصف الاول، ومن ثم كان هناك محاوله للتصدي لذلك من قبل الدفاعات الارضيه السوريه، ومن ثم كان هناك قصف اسرائيلي اخر من الجولان المحتل. نعم، كان هناك قصف إسرائيلي آخر. طيب، من الجولان المحتل باتجاه بطاريات الدفاع الجوي والرادار، وهنا نتيجة أيضا يعني تصدي صواريخ الدفاع الجوي التابع للنظام للصواريخ الإسرائيلية. حطام هذه الصواريخ أدى لوجود أضرار مادية في بعض ضواحي دمشق بمنازل المدنيين. لا يوجد يعني قصف إسرائيلي مباشر على المنازل المدنية. ما جرى في منازل القدسية
لان حطام الصواريخ الاسرائيليه وصواريخ الدفاع الجوي تساقط على منازل المدنيين، الامر الذي ادى لحصول اضرار ماديه في هذه المنازل. ولكن دعني نقول بواقعيه، الصواريخ الغاز، الجوله الاولى من الصواريخ استهدفت منطقه جديد الشيباني ومطار الدماس الذي يتواجد فيه حزب الله وايضا ميليشيات موالية لايران عدا عن الحرس الجمهوري وقوات النظام العسكريه. طيب معنى ذلك استاذ رامي لا شيء اختلف فيما يتعلق بنوعيه الاهداف التي تستهدفها اسرائيل عاده في سوريا؟ نعم. الا موضوع استهداف بطاريه دفاع جوي ومواقع رادار سوري، هل يعني قامت اسرائيل بقصف هذه النوعيه من الاهداف في السابق ام انها اضافه جديده على بنك الاهداف خصوصا بعد التصدي، يعني هي محاولة لوقف تصدي الدفاعات الأرضية السورية للاستهدافات الإسرائيلية. لا هو هي ليست المرة الأولى، هي دائما إسرائيل عندما يكون هناك تصدي للصواريخ الإسرائيلية وتفشل الجولة الأولى من القصف تقوم بإطلاق الصواريخ على بطاريات الدفاع الجوي، استهدفتها في السويداء، استهدفتها في درعا، في جنوب دمشق، في طرطوس، في عدة مناطق من الأراضي السورية كانت بطاريات الدفاع الجوي تستهدف ردا على يعني اطلاق صواريخ من هذه البطاريات باتجاه الصواريخ الاسرائيليه. وغالبيه العناصر من قوات النظام الذين قتلوا في يعني قوات الدفاع الجوي ولم يكونوا يعني في قوى محاربه او قوى ارضيه اخرى، لذلك اقول بانه ليس الاستهداف الاول لبطاريات الدفاع الجوي. نعم. عاده ما يتم استهدافها بعد الجوله الاولى من الاستهداف. ذكرت بانه بعض منازل المواطنين تضررت من جراء حطام الصاروخ الذي سقط او تم اعتراضه، راينا بعض الصور، حجم هذا الدمار في المنازل. يعني مع الأسف يعني منازل المدنيين يكونون أمينا في منازلهم تتساقط هذه الحرب الإيرانية الإسرائيلية على الأراضي السورية، يوجد دمار بهذه المنازل مثلما سابقا كان هناك أيضا يعني شهداء مدنيين استشهدوا في حما ومناطق أخرى نتيجة حطام الصواريخ الإسرائيلية وصواريخ الدفاع الجوي. دائما المدني السوري هو الذي يدفع الثمن، ولكن دعينا نقول بأن أيضا المناطق التي استهدفت بعد منتصف الليل هي مواقع يوجد فيها حزب الله اللبناني ويوجد فيها ميليشيات موالية لإيران، وهنا نعطف على ما قلناه في يعني القصف السابق عندما قلنا أن استهدف القطيفة أحد المقربين من حزب الله قال لا يوجد مواقع للحزب، قلت له المستودعات تابعة للمرصد إذن التي قصفت في هذه الجبال. شكرا جزيلا لك رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، كان معنا من كوفنتري البريطانية. أعرب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل عن تفاؤله بالحراك الدبلوماسي لحل الأزمة الروسية، واعتبر بوريل أن زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون لروسيا وأوكرانيا شكلت عنصر انفراج إلا أنها لم تحدث معجزة، مؤكدا أن الجلوس والحوار سيغني عن الدخول في مواجهة عسكرية. وبحسب تصريحات بوريل فأن روسيا تمارس ضغوطا على أوكرانيا من أجل التفاوض على شيء أهم بالنسبة لها وهو المخاوف الأمنية من توسع حلف شمال الأطلسي. هذا وتبدي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تشدداً في مواجهة التهديدات الروسية لأوكرانيا، لكن الشارع الأمريكي وفقاً لاستطلاعات الرأي لا يؤيد تدخلاً عسكرياً أمريكياً في شرق أوروبا. أصبحت أزمة الحشود الروسية على الحدود الأوكرانية جزءاً من الحياة اليومية للأمريكيين، وهم يرصدون إرسال الجنود إلى أوروبا وإيصال العتاد إلى أوكرانيا، لكن المواطنين الأمريكيين لا يؤيدون تدخلا عسكريا لجنودهم في أزمة شرق أوروبا. التدخل في أفغانستان والعراق أعادنا إلى تداعيات فيتنام حيث وقعت حرب ومات الكثيرون وأخذت وقتا، وأصبح الرأي العام مصرا على عدم العودة إلى الحرب. تأخذ الإدارة الأمريكية توجهات الرأي العام الأمريكي بعين الاعتبار، وفيما تبدو لهجة الرئيس الأمريكي جو بايدن وأعضاء حكومته حازمة، فهم حريصون على الإيضاح أن الجنود لن يذهبوا إلى أوكرانيا. ترسل الولايات المتحدة جنودا لتمتين موقف التحالف، وأريد أن أشكر مستشار ألمانيا لاستقبال جنود أمريكيين إضافيين واستضافة الآخرين منذ زمن طويل. يعتبر الأمريكيون مثل حكومتهم
أن روسيا هي تهديد جدي، وهم مؤيدون لأوكرانيا بنسبة 64%، لكنهم يشددون بنسبة تصل إلى 36% أن إرسال جنود هو فكرة سيئة، ويعارضون بنسبة 59% أي انخراط في مواجهة عسكرية ضد روسيا وإلى جانب أوكرانيا. ينظرون إلى الوضع الآن تماماً مثل ما حصل بعد فيتنام، حيث قالوا أن ليس من شأن الولايات المتحدة أن تكون شرطي العالم. تصل ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية سنوياً إلى 750 مليار دولار، وتنتشر الأساطير الأمريكية حول العالم، لكن الأمريكيين يعارضون التدخل من قبل قواتهم المسلحة للدفاع عن أي دولة أخرى. فيار غانم، العربية، واشنطن. ومع المخاوف الأوروبية من قطع الغاز الروسي في حال تصاعد الصراع بين أوكرانيا وروسيا، ذكرت مصادر محلية عن الحكومة اليابانية أن السلطات مستعدة لتنظيم توريد الغاز الطبيعي المسال للدول الأوروبية في حال تصاعد الوضع حول أوكرانيا. If Russia invades, that means tanks and troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. Es ist wichtig, dass alle Verbündeten, die USA und Deutschland. نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل. استياء كبير في السودان بعد وفاة أطفال في مركز إيواء في الخرطوم. أهلا بكم من جديد. المعارك بين الجيش اليمني والميليشيات الحوثية شمال غرب مأرب مستمرة وتتوسع باتجاه الحزم مركز محافظة الجوف. أوضحت مصادر ميدانية لمراسل العربية أن الميليشيات نفذت خلال 24 ساعة الماضية 3 هجمات متتابعة في محاولة لاختراق تحصينات الجيش والمقاومة في منطقة العرف. وأيضا أضافت أن الحوثيين خسروا عددا من عناصرهم في الهجوم، ثم نفذت قوات شرعية هجوما مضادا تمكنت من خلاله من الوصول إلى أطراف جبل لقشع والسيطرة على مواقع متقدمة بالتزامن مع مكاسب عسكرية جديدة في وادي الجفرة. أما في جبهة الكسارة فاستهدفت مدفعية الجيش رتلين عسكريين للميليشيات الحوثية، مما أدى إلى مصرع جميع من كانوا على متنها. بين الجبهة وأسداس مركز مديرية رغوان يقضي المحاربون من أبناء مديرية رغوان استراحة محارب. والعربية والحدث قضت ليلة قرب جبهات القتال مع قبائل دهم الصامدة في وجه الميليشيات الحوثية منذ 2015. يا شباب اركب الشاص المفوت فجاه للسلاح وعدته والمعد والشرشرة معلق يشتغل ما تكذب مناته. هكذا يمضي أبناء رغوان لياليهم وهم يتنقلون بين جبهات القتال المختلفة حول مناطقهم. وفي استراحة المحاربين التقيناهم وأمضينا معهم ليلة قرب محزام ماس. الجبهة متماسكة من بداية هجوم الحوثي عليها، وقد جرب الحوثي هذه المديرية وأهلها في 2015 وإلى الآن وأهلها صامدين وكل القيادات ومتعاونين. وفي نفس الوقت عندما تحصل هجمة من الحوثي على هذه المديرية كلهم يستبقوا الجبهة.
عسكريون وقبليون حمل أبناء رغوان السلاح ومضوا يدافعون عن بوابة مأرب الشمالية والغربية. وخلال 3 مراحل من القتال بدأت عام 2015 صمدوا أمام الحشود والآليات الحوثية. في عام 20 بعدما سقطت نهم ومعسكر ماس أعاد الكرة مرة أخرى يريد العبور إلى مارب، ولكنه باء في الفشل ثم ذهب إلى جبهات أخرى، والآن عاود الكرة ولكن سينكسر راسه بإذن الله تعالى. تجربة جديدة للعبور نحو مأرب من رغوان، تقول قبائل دهم أنها ستفشل كسابقاتها بثبات الجيش في مواقعه والإسناد المستمر من طيران تحالف دعم الشرعية. في هذه الأثناء تحلق طيران التحالف لقصف أهداف، قد تسمع الآن دويها، لقصف أهداف حوثية على تخوم المديرية، مديرية رغوان الرأس الشمالي لمحافظة مارب، والتي صمدت على مدار العامين صمود أبي بأبنائها بقبائلها وبالجيش الوطني أولاً وبفضل الله قبل ذلك كله. يا وسل الإعلام بالعلم نبي إنها الرغوان واحد جميع، إننا للشرعية جيش حربي في وجه الخصم حابس منيع. إذن وهذه قبائل دهم والقبائل المساندة وكل قبائل مأرب التي وقفت في وجه الميليشيا الحوثية لتمنع مع الجيش الوطني المتواجد في هذه المناطق الميليشيا الحوثية من السيطرة على مواقع جديدة في محافظة مأرب، وهي اليوم تنتقل إلى مرحلة متقدمة من المعركة وتهجم على مواقع حوثية وتستولي على مواقع حوثية وهدفها أن تصل لتحرير كل مناطق اليمن. محمود الحميدي لقناتي العربية والحدث من مديرية رغوان شمالي غرب مأرب. معنا الآن مشاهدينا من مأرب موفد العربية أحمد بجاتو، أهلا بك يا أحمد معنا. أحمد، إذن التفاصيل الميدانية في الجبهات المختلفة في اليمن ومأرب أيضا. نعم، أهلا روية. يعني عادت إلى الواجهة الجبهة الشمالية الغربية لمأرب بعد أن اختفت أو ظلت راكدة لفترة طويلة منذ أيام. هذه الجبهة الشمالية الغربية شهدت محاولات من جانب الميليشيا الحوثية لاختراقها بعد أن فشلت هذه الميليشيا في اختراق الجبهة الجنوبية لمأرب، لذلك عودت الكرة للاختراق من قبل الجبهة الشمالية الغربية. في البداية كان هناك اشتباكات في مناطق أو تحديدا جبهات مدغل ومحزام ماس وغيرها من المناطق في الجبهة الشمالية الغربية، لكن ردت عليها قوات الجيش الوطني بهجوم مضاد أسفر عن وصول هذه القوات، قوات الجيش وقوات الشرعية، إلى أطراف ومناطق في وادي الجفرة الذي يتبع إداريا مديرية مجزر. هذه الاشتباكات أوصلت وهذه التقدمات أوصلت قوات الجيش الوطني إلى طريق هام، هو طريق مأرب مفرق الجوف، وهذا الطريق يوصل إلى محافظة صنعاء. إذا نحن أمام تقدمات كانت ردا على هجمات متتالية من قبل ميليشيا الحوثي لاستعادة بعض المناطق التي خسرتها. أيضا في شمالا كان هناك تقدمات من قبل قوات الجيش أيضا ردا على هجمات قام بها ميليشيا الحوثي تجاه مناطق العيرف وكذلك تجاه جبل لقشع، هذا الجبل الذي يطل أو يقترب بصورة كبيرة من مدينة الحزم مركز محافظة الجوف، وهذه السيطرة على هذا الجبل الذي تجري فيه الاشتباكات الآن سيسمح ويقرب قوات الشرعية بصورة كبيرة من مديرية الحزم وكذلك من معسكر لبنات، هذا المعسكر استراتيجي الهام. بالطبع كل هذا يحدث مع إسناد قوي من طيران التحالف الذي يستهدف المحاولات الحوثية لإرسال تعزيزات أو تقدمات بصورة مختلفة سواء في الجبهة الشمالية الغربية أو الغربية أو حتى الجبهة الجنوبية. لكن الجبهة الأكثر سخونة الآن خلال الأيام الماضية هي جبهة حرض. نعم، هل هي هذه الجبهة جبهة حرض هي يعني الهدف التالي لاستعادة السيطرة من قبل قوات الحكومة الشرعية، أم أن هناك جبهات أخرى أكثر استراتيجية يعني تضع قوات الشرعية أعينها عليها؟ نعم، يعني بالفعل جبهة حرض هي الجبهة الأكثر سخونة منذ أيام، منذ يوم الخميس أو الجمعة الماضي كانت هناك تقدمات كبيرة لألوية اليمن السعيد والمنطقة العسكرية الخامسة. هذه التقدمات أوصلت قوات الجيش الوطني هناك إلى أطراف ومركز مديرية حرض التي جرى الحصار عليها، وهناك طوق الآن فرضته قوات الجيش الوطني هناك على العناصر الحوثية الموجودة داخل المدينة بعد أن تم السيطرة على معسكر المحصار
العصام وكذلك جبل حصنين. هناك محاولات مستمرة من قبل الميليشيا الحوثية لإرسال تعزيزات واختراق قوات الجيش الوطني الموجودة في حرض، إما من الجبهة الجنوبية من الجهة الجنوبية تحديدا من مديرية مستبى، لكن هذه المحاولات منيت بالخسارات كبيرة سواء في العتاد أو الأرواح من قبل طيران التحالف وأيضا مدفعية الجيش الوطني. نعم. وأيضا المحاولات الأخيرة كانت من شرق مديرية حرض، حيث حاولت اختراق قوات الجيش من الجبهة الشرقية في محافظة في مديرية حرض، لكنها لم تنجح حيث تصدت لها قوات الجيش. أيضا هناك محاولات مستميتة من قبل الميليشيا الحوثية لكسر الطوق والحصار المفروض على العناصر الحوثية الموجودة في مركز المدينة والتي تحاصرها وتتقدم إليها قوات الجيش الوطني بصورة مستمرة وثابتة. القيادة العسكرية هنا تقول أن السيطرة على حرض باتت قريبة للغاية، وأن المحاولات الحوثية لاستعادة هذه المدينة هي محاولات يائسة، ولن يحدث لهم إلا الخسارة في الأرواح والعتاد والأطقم العسكرية التي يخسرونها فيها، يعني خسائر حوثية للعناصرهم بالعشرات، وأيضا خسائر في الآليات العسكرية أيضا كثيرة في هذه الجبهة تحديدا. أيضا الشيء الأخير الذي أود أن أضيفه، كانت هناك زيارة لرئيس الأركان القوات المسلحة اليمنية الفريق صغير بن عزيز للقوات المرابطة في محافظة الجوف، وهذه وأثنى على ما تقوم به هذه القوات، وأكد أن فتح الجبهات جميعها في وقت واحد هذا ما أدى وهذا ما ساعد على التقدمات الأخيرة التي أحرزها الجيش الوطني والمقاومة في كافة المحافظات والجبهات اليمنية. نعم، شكرا جزيلا لك من مأرب مفدى العربية أحمد بجاتو. استقبل وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريزلي، واستعرض الطرفان جهود المملكة والمنظمة الدولية بهدف الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية. وناقش الطرفان برامج الدعم الإنساني والتنموي التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بهدف التخفيف من معاناة الشعب اليمني. في ملف النووي الإيراني شهدت المفاوضات مرونة أمريكية، وفي المقابل شهدت أيضا تعنتا إيرانيا حيال مسودة الوثيقة النهائية التي أعلنت عنها روسيا قبيل جولة حاسمة من مفاوضات فيينا. يأتي ذلك على لسان أطراف مطلعة من داخل فرق التفاوض، فإيران تروج بأنها اتخذت قرارها السياسي، وعلى واشنطن أن تقلق حال إضاعة فرصة العودة للاتفاق النووي. أما الجانب الأمريكي فعرب عن إمكانية وجود اتفاق راهنا الأمر بالوقت، إذ أن أولوية واشنطن الآن كما تقول هي كبح سرعة تطور قدرات إيران النووية. في السودان أثار وفاة عدد كبير من الأطفال في أحد دور الأيتام في الخرطوم استياء كبيرا، حيث قال مجلس السيادة السوداني إن الوفيات كانت بسبب تعرض الأطفال لمشكلات صحية. أخبار صادمة شغلت الرأي العام في السودان بعد انتشار تقارير إعلامية بوفاة عدد كبير من الأطفال فاقدي السند من أحد دور الإيواء المعروفة وسط الخرطوم. تضارب في الأرقام بين السلطات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بملف الأطفال فاقدي الرعاية. المستشفيات الحكومية لما نوصل لها الطفل هو محتاج رعاية يعني بتتأخر أو بيكون في تأخير عبال ما أنه يجهزوا الحاجة المناسبة لحالة الطفل. فده الوضع من خلاله ممكن يكون خسرنا عدد كبير من الأطفال بسبب إهمال. اتجهنا صوب دار الميغوما للتثبت من صحة الأخبار وأسبابها. لحساسية الحادثة عجلت النيابة العامة بزيارة فريق للتحقيق في الحادثة، تزامن ذلك مع زيارة مفاجئة من أعضاء مجلس السيادة للوقوف على ما راج من أخبار فيما يتعلق بوفيات الأطفال. الذي علمناه أنه عادة ما يكون الطفل لفترات طويلة خارج الدار، يعني ما إن يعثر عليه بعد فترة طويلة جدا في ظرف بيئي خطر جدا موجود في العراء، وربما بعض المحاولات ليعني التخلص منه، فكل هذا يأتي إلى الدار وهو
في إشكالات كبيرة جدا، هذا هو الذي أدى إلى الوفيات. الحادثة والجدل الذي أثارته فتح الباب واسعا على أوضاع الدور الإيوائية والأوضاع الصحية بداخلها والتقاطعات بين الواجب الحكومي والدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني وضرورة رفع درجة الوعي لخفض تداعيات هذه الظاهرة. الزائر إلى هذا المكان الذي يأوي الأطفال فاقدي السند يستمع إلى قصص وحكايات تدمي القلب مرتين، الأولى للطريقة التي يؤتى بها هؤلاء الأطفال من الميادين العامة ومن مكبات النفايات عبر أكياس القمامة، والأخرى للوصمة الاجتماعية التي تظل تلاحق هؤلاء الأطفال لخطيئة ظن مرتكبوها أن لعنتها ستنتهي بمجرد وصول الطفل إلى هذا المكان. محمد عثمان، العربية، الخرطوم. نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل. أوروبا تبحث عن بدائل بعد تهديد شركة ميتا لها بحجب خدمات فيسبوك وإنستغرام. جندي وإصابة 5 من قوات النظام بغارات إسرائيلية، وتل أبيب تقول إنها ردت على صاروخ أطلق من سوريا. توسع المعارك باتجاه الحزم مركز محافظة الجوف وهجوم مضاد لقوات الشرعية على ميليشيا الحوثي. إعادة فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية العراقية اليوم والصدر يتمسك بحكومة أغلبية وطنية. منظمة الصحة تحذر 500,000 وفاة حول العالم منذ ظهور أوميكرون وأعداد الضحايا بازدياد. أهلا بكم من جديد. في العراق يعاد اليوم فتح أبواب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وسط سباق رئاسي بين حزبي الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، وهو سباق ما زال يسيطر على المشهد السياسي في العراق من منصب الرئاسة إلى الحكومة أيضا، حيث جدد زعيم التيار الصدري تمسكه بحكومة أغلبية وطنية رغم محاولات إيران. الصدر عقب لقائه قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاني في مقره بمحافظة النجف وسط العراق أكد تمسكه بموقفه الرافض لقبول طرح الإطار التنسيقي بتشكيل حكومة توافقية. معنا الآن مشاهدينا من بغداد رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشمري. أهلا بك دكتور معنا. دكتور، يعني تغريدة السيد الصدر كانت واضحة يتحدث فيها عن حكومة أغلبية وطنية وليست حكومة توافقية، إيران تضغط باتجاه آخر، برأيك إلى أين ستذهب الأمور؟ شكرا لكم على الاستضافة. من وجهة نظر أن هذا اللقاء الأخير الذي جمع ما بين السيد مقتدى الصدر وما بين قاآني بالتحديد قد يكون لقاء الفرصة الأخيرة فيما يرتبط بحكومة التوافقية التي تدفع بها إيران أولا وأيضا حلفائها على مستوى الداخل العراقي الإطار التنسيقي. و موقف الصدر الأخير أنا أعتقد أنه ينهي كل الآمال بالنسبة لطهران وحتى بالنسبة للإطار التنسيقي من إمكانية استمالة الصدر لعودة المحاصصة وحكومة يشترك فيها الجميع. نعم قد تكون الأمور نحو انسداد سياسي، لكن بالنهاية قد تعمد إيران وحلفائها إلى التعاطي مع خطة بي وهي المتمثلة بأن يكون هناك جزء من الإطار التنسيقي أو يلتحق مع حكومة الصدر، ومن ثم إبعاد كل من نوري المالكي دولة القانون وأيضا عصائب أهل الحق. يعني هذه الخطة التي تتحدث عنها قد تكون مقبولة بالنسبة لإيران، هل ستكون مقبولة برأيك بالنسبة للصدر؟ الصدر سبق وأن عرض يعني في لقاءاته منذ ما يقارب الشهر وأكثر على تيار الحكمة، تحالف النصر وفيما بعد حتى العامري الذي
يمثل ركنا أساسيا من الإطار التنسيقي، عرض آنذاك 3 وزارات، ثم عرض فيما بعد على السيد العامري ما يقارب 4 إلى 5 وزارات من أجل الالتحاق، لكن الإطار التنسيقي كان يعني متمسكا، كان متمسكا في قضية الحكومة التوافقية، لأنه يعتقد أو قادة الإطار التنسيقي يعتقدون بأن أي التحاق من هذا الإطار، يعني جزء من الإطار التنسيقي، هو بالتالي عملية إضعاف لكل المكونات، حتى من يلتحق يعتقدون بأنه سيكون ضعيفا جدا، ولذلك رفضوا. بالنهاية أنا أتصور بأن مساحة السلطة التنفيذية وأدواتها وامتيازاتها وأيضا حصانتها قد تدفع بعض أو جزء من الإطار التنسيقي إلى الالتحاق، هذا من جانب. ومن جانب آخر يعني يكون هذا الجزء هو ضامن لعدم ملاحقة الأطراف الأخرى في الإطار التنسيقي. نعم. طيب دكتور، بالنسبة للترشح أو فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، هل هذا السباق سيبقى ما بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الديمقراطي، أم أنه هل هناك احتمالية فعلية بأن يخرج منصب الرئيس من دائرة المحاصصة؟ أولا، هو يؤشر نهاية حظوظ هوشار زيباري، بغض النظر عن قانونية إعادة فتح يعني ترشيح رئيس الجمهورية، على اعتبار أن هناك طعون قدمت وقد تكسب هذه الطعون بخلاف الطعون الأخرى لأنه لا يوجد قانون، لكن تؤشر إلى الآن ذلك التنافس والتدافع ما بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني. هناك بصيص أمل، خصوصا وأن هناك أنباء تشير إلى لقاء ما بين السيد مسعود برزاني والسيد بافل طلباني لغرض الخروج بصيغة توافقية، لكن أتصور بأن برهم صالح سيستمر كمرشح لرئاسة الجمهورية، مع الأخذ بنظر الاعتبار يعني إذا ما مضى أو مضت المحكمة الاتحادية مع إعادة الترشيح، فإن فؤاد حسين قد يواجه ذات السيناريو الذي واجهه في العام 2018، لذلك التسوية الكردية قد تكون هي البوابة لإنهاء هذا الصراع. أما قضية المحاصصة فبتصوري أن المحاصصة ستستمر، يعني على الأقل تقدير بأن الرئاسات هي موزعة وفق العرف الذي سارت عليه العملية السياسية ما بعد عام 2003. شكرا جزيلا لك دكتور إحسان الشمري، رئيس مركز التفكير السياسي، كان معنا من بغداد. تشدد الحكومة العراقية من إجراءاتها حول السجون المركزية والفعلية، خاصة تلك التي تضم معتقلين من تنظيم داعش، طبعا هذا كله بعد الأحداث وسلسلة الأحداث التي جرت في سجن الحسكة. في تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست، أعرب عدد من القادة العسكريين في الجيش الأمريكي عن استيائهم تجاه البيت الأبيض، وذلك بسبب ما وصفوه بفشل الحكومة في فهم التقدم المضطرد لحركة طالبان في العاصمة الأفغانية، كما قالوا أنه كان على الإدارة التحضير لإجلاء موظفي السفارة والحلفاء الأفغان قبل أسابيع من سقوط كابول في أيدي طالبان، معتبرين أن ما حدث وضع القوات الأمريكية في خطر كبير. ووفقا للتقرير أيضا، فإن الجنود الأمريكيين الذين تم إرسالهم لتأمين مطار حامد كرزاي الدولي أجبروا على اتخاذ قرارات الحياة أو الموت.
هددت شركة ميتا المالكة لفيسبوك وإنستغرام وواتساب، هددت بإغلاق خدماتها في أوروبا في حال لم تتمكن من الاستمرار في نقل بيانات المستخدمين الأوروبيين لمعالجتها في مكاتبها بالولايات المتحدة. يأتي ذلك في وقت يتجه فيه الأوروبيون لوضع تشريعات جديدة من شأنها أن تحد كيفية نقل أو تحد من كيفية نقل بيانات المستخدم الخاصة بمواطني الاتحاد الأوروبي عبر المحيط الأطلسي، وهو ما ترفضه الشركة. وبعد تهديد ميتا بإغلاق فيسبوك وإنستغرام كما ذكرنا في أوروبا، رصدت صحيفة الإسبانيول الإسبانية 11 بديلا لفيسبوك وواتساب وإنستغرام يمكن استخدامها في حال أوقفت ميتا خدماتها. أشارت الصحيفة إلى أنه على رأس هذا الموقع يوجد موقع ريديت إلى جانب المنافس الأساسي لفيسبوك وهو تويتر. من ناحية أخرى يوجد ديسكورد المصمم لألعاب الفيديو والدردشة مع الأصدقاء. كما أشارت الصحيفة إلى أنه هناك مشاركة صور وأشياء أخرى بديلة للإنستغرام على رأسها يوتيوب وتيك توك وسناب شات وأيضا فليكر وبينترست. معنا الآن مشاهدين من دبي الدكتور أنس النجداوي الأكاديمي والمستشار في إدارة الأعمال الرقمية والتقنية. أهلا بك دكتور أنس معنا. دكتور أنس، بداية، هل تعتقد بأنه أوروبا والاتحاد الأوروبي سيرضخ لضغوط ميتا خوفا من وقف هذه الخدمة؟ مساء الخير. طبعا في السابق حسب البنود والاتفاقيات ما بين شركة فيسبوك والجهات المنظمة الأوروبية كانت الأمور تسير على ما يرام. هنالك كانت يعني اتفاقيات تسمح بمعالجة البيانات للمواطنين الأوروبيين خارج أوروبا، لكن المشاكل التي حدثت مؤخرا من خلال اختراقات البيانات الكثيرة والمتكررة والمشاكل التي دارت حولها كيفية استخدام شركة فيسبوك لهذه البيانات جعلت أوروبا ترفع أو تزيد أو تقيد الشروط وطريقة استخدام منصات فيسبوك وإنستغرام لهذه البيانات. وبالتالي أنا أتوقع أنه أوروبا هي جادة بما تطلبه من شركة فيسبوك، وأتوقع أنها عازمة على المضي بتوفير نسبة أعلى للأمن وسلامة المواطنين. طيب معنى ذلك هل تعتقد بأنه ميتا اللي سترضخ إلى الضغوط لأنها لا تريد أن تخسر السوق الأوروبي؟ طبعا السوق الأوروبي هو سوق ضخم وكبير جدا، لكن نحن لاحظنا يعني أنه فيسبوك في يعني الأعوام الماضية حاولت أن توقف بعض خدماتها عندما احتدت وصارت هنالك يعني عدم توافق ما بينها وبين مثلا من منصات الإخبارية في أستراليا، وكيف أنها أثرت على وقطعت وحجبت الخدمة عن أشخاص كثيرين ليوم أو يومين، ومن ثم هنالك تداعيات سيئة. أتوقع أنه فيسبوك تحاول أن تضغط من جهتها بأن تخفف القيود نوعا ما أو تحاول أن تسمح لها بمعالجة البيانات، لأنه صراحة فيسبوك لن تجني أي أرباح في حالة لم تسمح لها بمعالجة البيانات. هي لن تكون لا معنى من وجود هذه المنصة دون السماح لمعالجة البيانات من أجل إنشاء ما يسمى بالإعلانات المستهدفة الدقيقة. طيب ولكن يمكن معالجتها في أوروبا وليس خارج الحدود الأوروبية. طيب دكتور، كما ذكرت بأنه في صحيفة إسبانية تحدثت عن 11 بديلا لهذه التطبيقات أو التطبيقات التي تهدد بها ميتا الاتحاد الأوروبي، هل هي بدائل حقيقية برأيك؟ وهل يمكن يعني من الناحية النظرية على الأقل أن تتجه أوروبا إلى بدائل صينية، لأنه معروف بأن الصين لديها تطبيقات وبديل لكل واحد من هذه التطبيقات المنتشرة في العالم؟ طبعا يعني لا شك أنه يعني فيسبوك ليست الوحيدة، هنالك تطبيقات أخرى موجودة، ولكن الانزعاج الذي يحدث في أول فترة من انقطاع الخدمات قد يوجه الناس مباشرة يعني للتأقلم على منصات جديدة. صحيح هنالك منصات أخرى منافسة، لكن لا ننظر إليها بأنها تقدم
كامل الحلول والخدمات التي تقدمها منصات فيسبوك، خاصة أنه فيسبوك طيب ولكن يعني إذا بتسمح لي دكتور، المعلومات تقول بأنه بعض التطبيقات الصينية أكثر تطوراً حتى من هذه التطبيقات التي اعتدنا عليها، يعني أعتقد وي تشات البديل عن واتساب بالصين يقال بأنه متطور أكثر. وباختصار لو سمحت. صحيح، يعني طبعا الصين هذه التطبيقات، كثير من التطبيقات الأمريكية يعني محظورة وغير مصرح باستخدامها في الصين، وبالتالي البديل الصيني الموجود على أرض الواقع طبعا هو يخلق خدمات وفرص وميزات أخرى تناسب السوق الصيني. وبالتالي تيك توك على سبيل المثال من أكثر ما يسمى ب يعني المنافسين القويين لتطبيقات ميتا، وبالتالي احتمال وارد انه فعلا يحدث نوع من يعني الهجرة، الانسحاب نحو تطبيقات اخرى، لكن نحتاج الوجود من المنصات الجديده التي توفر خدمات تناسب الذوق العام وتناسب الاحتياجات لكل منطقة، يعني مثلا منطقة الشرق الأوسط. طيب وصلت الفكرة، معلش اسمح لي دكتور واعذرني مضطرة أني أقطعك، ولكن وصلت الفكرة، انتهى وقتنا. دكتور أنس النجداوي الأكاديمي والمستشار في إدارة الأعمال الرقمية والتقنية كان معنا من دبي. أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل 500,000 حالة وفاة بفيروس كورونا منذ اكتشاف المتحور أوميكرون في أواخر نوفمبر الماضي، وليس من فترة طويلة. وصفت هذه الحصيلة وصفت بأنها أكثر من مأساوية، خصوصا وأن المتحور الأسرع انتشارا أصبحت الطاغية في العالم. وأضافت المنظمة أن العدد الهائل للإصابات بأوميكرون يثير الذهول، وقد تكون الأرقام الحقيقية أعلى بكثير من تلك المعروفة. واعتبرت أن متحور أوميكرون يجعل الذروات السابقة تبدو شبه مسطحة، مع أنه بدا أن أعراضه المرضية أقل حدة. وأعربت الصحة العالمية عن قلقها الكبير إذا ارتفاع عدد الوفيات لأسابيع عدة متتالية، مؤكدة أن هذا الفيروس لا يزال خطيراً. في كندا أغلق سائقو الشاحنات التجارية أهم جسر يربط كندا بالولايات المتحدة والأكثر حركة تجارية في تطور وصف بالخطير. تأتي هذه الأحداث في الوقت الذي يعقد فيه البرلمان جلسات طارئة لحل أزمة الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من 10 أيام. جلسة طارئة تلو الأخرى يعقدها البرلمان الكندي منذ يومين لحل أزمة احتجاجات سائقي الشاحنات المستمرة منذ أكثر من 10 أيام. أصبح هنالك القرار السياسي، صار أصبح أو يبدو كأنه قرار سياسي وليس قرار علمي. لهذا السبب الجمهور الكندي يخاف من هذه المسألة في بلد مثل كندا، بلد الحريات، يخاف من أن تصبح الحكومة تأخذ قراراتها بدون أي منطق، وبالتالي هذا يشكل خطر على الحريات العامة. الجلسة ناقشت ضرورة وضع خارطة طريق لرفع القيود التي قسمت الشارع الكندي إلى مؤيد ومعارض للقاح والقيود. لإجلاء الحقائق تطالب الحكومة أو طلبت الحكومة بإلحاح، وهلق اليوم حتى بجلسة اليوم طلبت بإلحاح بوضع خطة واضحة وخارطة طريق للانتهاء من القيود ولعودة الحياة إلى كندا بشكل طبيعي. مشاهد الاحتجاجات متشابهة من تورونتو إلى أوتاوا ثم ألبرتا، شاحنة تصطف وتقطع الطرق وترفع شعارات ضد اللقاح وإلزاميته، أصبحت تعرقل حركة المرور والحياة. وفي تطور ملحوظ، أغلق سائق الشاحنات أهم الجسور الرابطة بين كندا والولايات المتحدة، جسر باسادور، فيما اضطرت الحكومة إغلاق جسر آخر يربط البلدين أيضاً. احتجاجات سائقي الشاحنات قسمت الشارع الكندي إلى مؤيد ومعارض لإلزامية التلقيح ورفع القيود، وهذا دفع سياسيون لمطالبة الحكومة بوضع خارطة طريق عاجلة لتوحيد الكنديين من جديد. رفاه السعد، العربية، تورونتو. نذهب إلى تركيا الآن، فقد ارتفعت نسبة التضخم في تركيا بحسب الأرقام الرسمية إلى أكثر من 48%، حيث بدأت تظهر أثاره بشكل واضح على المواطنين الأتراك. موفد العربية إلى تركيا كان في زيارة لمنزل تركي للاطلاع على التأثيرات الحقيقية
للتضخم على حياتهم. سندخل الآن في زيارة إلى منزل أسرة تركية متوسطة الدخل وليست فقيرة، دعانا إليها السيد إلكر لنتعرف كيف أثرت على حياتهم نسبة التضخم التي وصلت لأرقام قياسية لم تشهدها تركيا منذ العام 2002. إلكر الذي يمتلك هذا البيت ولا يدفع إيجاره يختصر ما يحدث حاليا في تركيا، فحياة الرفاهية باتت من الماضي، والتضخم الذي يشعر به لا يمكن أن يقل بأي حال من الأحوال عن 50% وإن حاولت الحكومة تخفيف أرقامه. التضخم 36% كما يقولون، وفي الأصل وصل إلى مستويات 50%، ومثال على ذلك ارتفاع أسعار الاحتياجات اليومية وفواتير الماء والكهرباء والغاز، وعلى الرغم من أني أملك بيتا لكن وصل بي الحال إلى أدنى مستويات المعيشة. السيدة باريهان والدة إلكر تحصل على راتب تقاعدي، وهي اليوم تضعه بالكامل بيد ابنها، ومع ذلك تخبرنا كم باتت تضيق عليهم الأوضاع الاقتصادية. كنت أصرف راتبي على أحفادي، ولكن حالياً أصبح يذهب إلى مصروف البيت. على سبيل المثال فاتورة الكهرباء وصلت إلى 1000 ليرة. ماذا سيفعل الذي لا يتقاضى راتباً ولا يدخل بيوتهم اللحم لارتفاع أسعاره؟ سيدة المطبخ تختصر لك حكاية التضخم وأثرها الحقيقي على غذاء الأتراك، وتضرب لك مثلاً بسعر الباذنجان الذي بات ضرباً من الخيال. يمكنني أن أعطيك مثالاً بسيطاً، وهو سعر الباذنجان الذي وصل إلى 50 ليرة. كنا نشتريه بكثرة والآن من الصعب شراؤه. نسبة التضخم في البلاد وصلت إلى أكثر من 48% بحسب الأرقام الرسمية، انعكست على كل الأسر التركية، فما كان يكفي من الدخل لكل شيء ما عاد يغطي 50% من الاحتياجات. المواطن التركي الأكثر قدرة على تقييم آثار التضخم الذي بدأ يتغلغل في اقتصاد البلاد شيئاً فشيئاً، تقابله خطط من الدولة التركية لتحسين الأوضاع لم تحدث حتى اللحظة تأثيراً حقيقياً يشعر به الأتراك. عمار الهندي، العربية، إسطنبول. إلى العناوين: مقتل جندي وإصابة 5 من قوات نظام بغارات إسرائيلية، وتل أبيب تقول إنها ردت على صاروخ أطلق من سوريا. وتوسع المعارك باتجاه الحزم مركز محافظة الجوف في اليمن، وهجوم مضاد لقوات الشرعية على ميليشيا الحوثي. إعادة فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية العراقية اليوم، وصدر يتمسك بحكومة أغلبية وطنية. شكرا لكم وإلى اللقاء.